أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى وإخوانه وحزبه. اللهم اجعلنا يا ربي منهم ومعهم في كل وقت وحين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم ربي إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أجهل أو أجهل أو يجهل علي أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. الإخوة الأكارم، فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهد الكلام ديال اليوم نسأل الله تعالى يكون الكلام اللي يرفعه الله عز وجل، الكلام الصالح، ياك الكلام الصالح كي قال الله عز وجل، والكلام يرفعه الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب. نسأل الله أن يكون هذا الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله عز وجل، إليه يصعد. والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. إخوان الكريم، لا زلنا في مع دائما مع ديك مع ما يروج الآن، مع كي يروج الآن. الله يهديهم هاد القيادة اللي مازال ما باش تفهم. الله يهديها. احنا عندنا معاه مشكل بسيط واضح بسيط، زعما هو الوصية كلام السي عبد السلام ينزل. زعما سبحان الله العظيم، مش عارف قدر الله منين كيكون غادي بحال داكشي ديال فرعون، قال ضرب البحر وتابعه. دابا ضرب البحر وعارف هو البحر، وكيعرف سيدنا موسى. دابا انا ما كنقول ايه الشريط، حنا دابا عارفين الشريط وكلام السي عبد السلام، ولا هما زعما سبحان الله العظيم. والاشكال هو كاينين اللي معاهم في القياده اللي ضد هذا الشيء، بغاهم ينزلوا ولكن ما عندوش مسكين الكلمه، ما اللي قدر الله. لا اله الا الله، الا كان تاوب يمشي معاهم في قدر الله تعالى، فين غادي هذيك ديك اش نسميوها، نسميوها العربه، اش نسميوها، اش نسميوها. نقول لك شي حاجه دابا في هذا الوقت، على ان جابوا السي الاخ، جابوا السي رفيع، يا ليته كان بحال الرافعي ولا الامام سيدي احمد الرفاعي. سيدي احمد الرفاعي لو كان سيدي احمد الرفاعي، والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم الى يقينا، لان غادي نتكلموا على سيدي احمد الرفاعي وما هو سيدي احمد الرفاعي. يا تيقول لهم ما يقولش بهذا الكلام، هذا الكلام ديال السي رفيع، كلام ليس رفيع، والله يا السي رفيع ليس رفيع. وغادي نقول لك علاش، وغادي تقول وغادي تعرف وغادي تمشي من بعد، ولو عندك الفصاحه وعندك هذا وفقيه ظاهري. علاش جبتك الفقيه الظاهري؟ لان كي قال السي اسلام، ولا ولايه لك ايها الفقيه في الاحكام الظاهره، انت السي رفيع، لا ولايه لك على هذا الشيء اللي كيقول السي اسلام، لانك بديتي كتدخل وتخرج وبديت تصفي، وانت بلا ما تشعر كتسحب راسك معلم. ولكن انت دارك الشيطان خدام، لان سبيل الدين غامض وسبل الشيطان متعدده. وانا غادي نوريك، صبر. ولكن دابا المشكله، دابا النفس الطويل ديالو الشيطان غير في داكشي ديال الواتساب وفي الماتشات ديال الكره وفي الافلام وفي داكشي ديال الجديد، داكشي ديال الفيسبوك، وداكشي ديال هذا. هو نفس طويل، لان داكشي ولا رفيع عنده، الرفيع ولا حسب القلوب كي دايره خاويه، ولا النفوس. النفوس هي اللي كتجي دابا، النفس كيسحب بنادم. واش هو بقلبه ولا بالنفس؟ بحال داك اللي كيبكي على الصوت القران، ولا يبكي على القران، وهذاك كالصوت ديالو كيدوز. ما القران كلام الله، كيفاش تجلس لي؟ وكيفاش انك، كيفاش انك لا تشبع؟ كلام الله هو كلام الله عز وجل. دابا هاد دابا حنا الا ولينا ملي كنهضروا دابا في هاد الاوديوات هادو، ولا حتى الكلام ديال السي كامل دابا، والسي كامل في الحقيقه من بي راه كيعرف الله، يعني كيدير لكم جوج دقائق ثلاثه اربعه خمسه، راه في الحقيقه هي اللي تسمع. ولكن بعد الطوفان من يحطك في القبر غادي تسمع، والله تتسمع. من يحطك في القبر ستسمع انذاك. وكنقرا اليوم، كنقرا اليوم في كلام الله، قل انما اعظكم بواحده، قل انما اعظكم بواحده، قل انما اعظكم بواحده. انا ما كنعطيكمش، انا كنقول لك 10 ديال الاسلام، واحد وحده سبحان الله العظيم. هي جات توافق، ماشي غادي نبدا نشرح، انا لست عارف هذو. لا العلماء ديال كلام الله تعالى
كنحترموا العلماء ديالنا الساده، ولكن ما يفوتوش السي عبد السلام شرفه العلمي. راه قرينا البارح العارفين هذوك يمضغ الكلمات وصحابه من تحت منهم كاين اصحاب الشريعه، اما الدكتوره اللي كتعطى بشريه وهذا فهذيك لا تعطى هذيك الشهاده البشريه. نعاود نقراو هذا النص هذا وغادي نبقاو نعاودو نقراو دائما وابدا، لان كلام ديال السي عبد السلام سبحان الله العظيم كانت كلام طويل، كان كلام في هذيك ديال الكلام ديال البارح ديال داك النص ديال شرفه العلم، شرفه العلمي يعني الشرف بالمعنى. باش ندوز لنا الحمد لله كاين بزاف دابا ديال النصوص اخرى غادي نعاودوا نرجعوا ليها، رجعوا ان شاء الله تعالى. ما ليس لديهم شهاده بشريه تعطى لهم، يمضغ الكلامات وكيقلبوا على الزعامه الظهور الذي يقسم الظهور، ياك كاين في الوصيه الشريط وقال لك شحال من جامعه كان العمل ديالها في الاول صافي، وكيجي فلان وكيدير شي يزيد شويه وينقص شويه، ياك هي هذه اللي قلتي. دابا هذا بيقول لك الاوتان بحال منير الركراكي كيزيد شويه، قال لك بيبدل لهم هادشي اللي قال لي ياسين، يعني بيبدل لهم الاوراد ياك. ونقول هذاك السي عبد الله الشيباني من اجنب ويجيبوا لهم في الاول اس ام اس كي نشاطو، وهذاك جايب لهم الكتاب حتى هو فيه قال لهم اني رايت رؤيا بانه غادي ينقص لي منير الركراكي. وساكت الرافي السي رافيع الدكتور رافيع ساكت ديك الساعه، لا يتكلم، يشربوا ما عرفت فين كاين، حتى هو كيشرب ولا يتكلم بقى. على بحر بانت لي بحر بان لي دابا بحر بان لي التكلم، ومني بدينا كنتكلم ماشي مشكل ماشي مشكل، انا ادعوك ولا زلت ادعوك ماشي مشكل السي. اللي شوف لي مذاكره ونحلف انا وياك وغادي نسولك اسئله واضحه اي واحد فيهم. اسمع هذا تحدي في المنظور السياسي، يعني دابا شو وقع، دابا شو وقع، وانا ماشي مشكل نفتح واحد الباب بسيط. هاد السي عبد السلام علاش خلى اش غادي في الساعه ونص، واخا قبل من هذا نكملوا بعدا نكملوا هاد الكلام ديال الله تعالى باش نعاود نفتحوا حتى الاخر، يبقى الوقت ما بقاش راه بالنهار ونقولوا هاد الكلام السياسي قول على قول، فهمتي، نردوا على قول على قول. دابا نتكلموا في هاد الليله لانه باب الله لا يقبل الزحمه، وفي الزحمه هي في الليل، ان ناشئه الليل يشد وطئا واقوى مقيلا، في الليل وكي هما راه كيزاد كيتسحبوا دابا، واش غادي السكوت زعما راه غادي يسكت؟ شوف لا ما غاديش نسكت ان شاء الله تعالى باذن الله، لن اسكت بعد اليوم، هكون عاني الا اذا جا فيا قدر الله وسكت وجات لي مدعي ودعيوا عليا، دعيوا عليا المهم دعيوا، راه كدعيوا ماشي مشكل. انا والله ما انا سيدي والله الا مسامح لكم اي دعيوا دعيوا كما شئتم، الا ما تهنوا مني انا اللي غادي نتهنى من الدنيا والتقي غدا القى الاحبه. سي عبد السلام سيدي عبد السلام الاخ ولا خديجه الله يرحمنا بها، ونتقي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام وكبار اولياء سيدي الرافي سيدي احمد الرفاعي ياك، وسيدي عبد القادر الجيلاني غادي نقراو منهم دابا الرفاعي الى بدي الطرف السي رافيع. لا يضحكوا عليك انك بديتي هيك تخربق. وسوف نقول لك واحد القضيه باش رجع عادي، كنت كتبته منذ 50 عشر عاما منذ خمسة عشر عاما هذه كتبها السي حسن في الإحسان، وأنا يومئذ لا أزال في بداياتي عن صحبتي شيخ عارف برحمه الله رحمة الواسعة واجزاه عنا خيرا، وأتليت بما كان معي يومئذ من شهادتي واستشهدت بنقول أستأنس بها ببراءة من اكتشف عالما فأخذ يصعب بكل قوى يجلب انتباه الناس لا يبالي بمن صدق أو كذب أو شك. دابا انا ملي كنقول لك كنهضر لك على الشريط راه يلاه في البدايه يلاه تبدا كنتعلم شي حاجه، ولكن ماشي بحال العلم عندك تغلط احسن من هذاك الشيء اللي باش تجيك من الاخر. شتي هذا الشيء اللي كنقول ملي دابا انت كتقول انت بديت تصفي ليه، اجي بعدا صفي غير انا وياك، نشوفوا شكون اللي غادي يصفي الاخر انا وياك. انت دابا انت الشاطبي تقدر تطلب لي الموافقات وداك الشيء، انا شكون انا واحد غير واحد الحمق صيفطني لك، عندي واحد كان نبح صيفطني لك كان نبح على داك الشيء اللي كتبان لي داك الشيء كتبدي تبدل فيه انت، وهذا النص هذا حيدوه من الغلاف الاحسان، ها هو اول حاجه حيدوه ياك. وانت بديت تحيد انت عامر بالاوتان السرافي من الداخل، انا وياك كلنا الاوتان ديال الانا وانتفاخ الكلمه وفاهم انا شفت تقرا شي حاجه اخرى. على انت ملي كتقول السي عبد السلام اللي هو الفوق كتقول لك بديت نزل جرو عندك لتحت، راه انت لتحت مشكلتك بديتي كتشرب طلع
قلت لي السي عبسلام الفوق ديالك بيتهبطوا تحت منك باش بيت خوي فلاش هتهضر خوي. السي عبسلام كاين الفوق، السي عبسلام كاين الفوق، السي عبسلام غيتكون دانتك اقسم بالله. لا انا يا احباب كل ساعة كل يوم استغفر الله من ابراهيم، هذا ابراهيم استغفر الله، لانه لم اكن التعظيم ديالو، خلينا نشوف التعظيم راه احسن من ديالو، ما عندك تغلط، وهذا ليس شيئا، هذا خصو توبة في تعظيم سيدي عبد السلام، في رضا الله سيدي عبد السلام، لكلام سيدي عبد السلام تعظيمه. واش ما تقرا في كلام الله تعالى الف لام؟ واش كلام الله تعالى اش ودي بيت عارف فيه؟ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل ما قدر يدخل معاه، ما اش تعرف فيه تما؟ قالوا ان ذره من النور تحرق كامل، اش تعرف فيه؟ قال لك بيبدل، قال لك السي هو، قال لك السي صافي سالا وبدا بيصفي وبيخجرات قال ما شاء الله عليك. واش غادي نعاود لك دابا تحب انت دابا فين تطيح؟ تطيح في زياد بن ابي، والله تطيح في زياد بن ابي، والله تطيح تما. وغادي نسمع دابا القران، تسمع كلام الله ماذا يقول هذا بعدا بعدا. واحد حاجه، اول حاجه حيدوها او تسمعوا حيدوها من الغلاف اصاحبي، سير الاحسان واحد سير يا ال بيتي يا الشريف اللي نادي على السي مسلم، خلاكم انتوما والزائرات وهذيك واعره عن السي مسلم، واعره عن السي مسلم. انا راه واحد اللاعب سخيور كيتسحبوا دابا بعد 9 سنين الماتش مشى عليهم، والله ما غادي يمشي الماتش الكره. نهضر معاك دابا باللغه ديال اللي كتفهمها، ما كتفهموش اللغه ديال الاولياء الكبار وديال الصحابه، اش بغيت تفهم دابا انت؟ طلع لك الصحابه دابا جنا الشاطبي مع السي الشاطبي ونهضروا اللغه ديال الكره، لا لا بحال دوك المدرب الواعر، المدرب الواعر ما كيخ الماتش حتى كتبقى فيه اعراء وكيقلب المقابله. سير انا غادي يقلبها دابا، انا غادي تقلبت على الخروج ديال هاد الاوديو، ماشي قلب عليكم الطبله تصحاب انت دابا. انا راه واحد صغير، راه لك مني جاي شي واحدين شي ساده ديال الاخوان ديالي ان شاء الله تعالى، ليسكون انا ان شاء الله تعالى من مجلس الارشاد ديال الرجل، رجل حي ما كاينش فيه الهضره، رجل. هذا الرجل اش غادي يدير دابا؟ لان البيت كيتسحبوا مساكم هما صادقين صافي، بحال لا يفوت السي مسلم هذا، انا في مقدري السي مسلم ما يمكنش يفوتوا شي واحد، عشان نفوت نديرو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واخا جا في الاخر واش فاتو شي نبي قبل؟ هاد واخا يجيو مورا السي مسلم، السي مسلم السي عبد السلام صفا، السي عبد السلام من خطورته ما كان ساكت. يا دابا الله تعالى كنقراو انما امره دار، انما امره دار شيء يقول كن فيكون، انما امره دار شيء يقول ان يقول كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. لا سبحانه هما بعدا، خصك دابا ماشي داك السبحاني اللي قال السبحاني ولا مسكين هذاك من دائره الانفس سيدي احمد سيدي ابا يزيد بصام، ماشي داك يزيد بصام دابا، والله تيقول لكم هذا الكلام نزوا والله نزوا داك الشيء ديالكم، والله ما عرفت شكون هو السي بزاف. السي بزاف كل كلمه خصك توقف عندها، وكاينه كلمه اللي ما تفهمهاش تيجي ديال الجيل ديال الاجيال الخليفه، شكون الخليفه الثاني اللي غادي يفهمها قبل ان يصل الى الخلافه؟ على بالك يكونوا في هذيك الساعه الصحابه، وديك الساعه داك عادي يقولوا داك الكلام اللي قال ماناري كان هاكي يسول، واخا هو ما خا هو كيهضر غير في الجهه الاخرى، بحال ملي كيسول ابلاس من احب الناس قال لي عائشه، من احب الناس قال لي هذا، هو ما عرف سيدنا عزيز راه كان يعرفوا بانه غادي يقلبها في الاخر، ياك عمر بن العاص عاي قلبها في الاخر، غادي يقلبها غادي يقلبها عارفه. عبد الله عبد الله بن عمر يا كاسي بحدث خطا، قلت عمر بن العاص عبد الله بن سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر ما عمر بن العاص بيتي تقول دير سيدك انت، انا ما اخويا ماشي سيدي، غفر الله لنا صاحبي ماشي سيدي، سيدي سيدنا الصديق، سيدنا علي، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا طلحه، سيدنا الزبير، الصحابه كلهم، انا ما كان ندخل في داك الشيء، ما هذاك السياده هما الصحابه ومن عائشه، واخا خرجت تما، واخا هذا بيشري لي هذاك القصيده في الجمال الادباب وما عرفت هذاك المقامات ديال البياتي، المهم علينا فهمتوا، بغيت تمشي هنايا ومشي هنايا، والصحبه قال فيها هذا وقال فيها هذا، فهمتيني؟ مول المقامات، مول المقامات اللي كيدير المقامات اللي كيفهم المقامات كيفهم، هي من حقه السي رشيد غلام تكلم على الصحبه هذيك، ما داك الشيء الاخر يهضر فيه ديالو، داك الشيء عطاه الله شهري، عطاه الله تعالى في العلم ديال الفن، وداك الشيء ما نقدرش ندخل فيه، بحال شي واحد عطاه في الكوره ولا عطاه ماله ديالو ورجلو ميسي ديالو رجلو، وهذاك العقل عطاه هذاك اللي قال لك اختار اكتشف، لا هذاك ديالو راه، ولا دابا اللي كيديروا هاد واتساب ولا يختار دابا، ولكن انت مشيتي معاهم تما، انا من الله داك الشيء. شوف وانا كنقرا دابا الكلام طويل، ويا ليتهم بيسمعوا دابا، حتى السماع مشكل، غيتسمع غيتسمع دابا، الا ما سمعتها تسمع في القبر، انك لا تسمع الموتى، كيسمع اسمع اسمع نقول لك واحد الحاجه، سبحان الله العظيم، وانا تنقرا كيقول لك سي بسامي باش ندوزو نفتحوا الملفات، انا حنا ماشي اكاديميه، انا ما ندخل معك داكشي ديال الاكاديميه ديالك وداكشي ديالك، انا ماشي ذاك النوع داكشي، انا هيك انا هيك انا هيك انا ودن كان ودن
بكلام السي عبد السلام دابا، ماشي كانوا يدني بالشريط، اه كانوا يدني بكلام السي عبد السلام اللي انت بغيت تمصو، ومني كانوا يدان كيجي والله التيسير. واسمع باش ما نبقوش نشدوها في السي راشد غول، اسمع حنا راه كلشي هادو اخوه والله احبابنا، اقسم لكم بالله الا كيبقى فيها دابا هادو اللي صيفطوا السي راشد غلام وفصلوه، ما اللي فصلوه فصلوه فصلوه، انا ما كنديهاش في داكشي. رشيد في واحد الحوايج ديالو قوت وبعض داكشي ما كنقولش عليه هذا، وبوص راشد بوطربوش شويه دابا راشد بوطربوش بعلمي وعنده عنده، لكن داكشي اللي كيهضر على صافي داكشي لا، الوصيه عدم عدم، انا كنختلف دابا في عدم التحدث عن الوصيه الشرعيه، وغادي يجي هادشي وغيعرفوا لا ناديه صفى عليهم ما كنهضرش عليها. البيت عالم اخر، عالم اخر. هما دابا في البيت، واحد المره احكي لكم كنت مع لا ناديه، وديك الساعه بصراحه ما كنتش بغيت نشوف لا ناديه، نجيك من الاخر، لانه كان قال لي شحال هذا شي 3 سنين ولا 4 سنين، كان سمعت ديك الساعه قيل لها، ديك الساعه كنت كنهضر على حوار، وفاش شافتني شحال تكلمت هذيك اسم، المهم انا وهي صادقه، المهم كانت هي وستي كامل، المهم دخلت انا ما بغيتش نخليها تهضر، بغيت نوصل واحد الميساج ديك الساعه. قلت لها شوف لا ناديه، انت دابا معاها بحكم انك كنتي في التنظيم وهذا، عندك الواقعيه، سي كامل شويه المثاليه، انا في الوسطي عطيه فهمتي، حيت الواقعيه فعلا التنظيم راه كيعلم الواقعيه. دابا علاش قال سي كامل سي عبد الكريم العالمي ما عندوش، قال لي سي كامل صافي هي، ولكن سي عبد الله الشيباني هو انفع الجامع، ولكن انفع الجامع راه سي كامل راه هو اللي انفع في هذا الزمن هذا سي كامل، واخا كتشوفوها صاحبي كي في المواقف انا اختلف معاه اختلاف جوهري في الوصيه الشرعيه، في الشرعيه داك الشيء باش كيقول ولكن على الاقل السي كامل ليس فيه النفاق. انا جيك من الاخر، ديك المره قلت لك السي كامل باش ندخل الدار عندكم، لانه الا دخلت وسمعت السي كان واحد العرض وداك الشيء عيطوا لي، وانا حسمت قلت لي، قال لي انا دابا منافق، قلت لي لا يومين قبل العيد، لا السي كامل لا ماشي نفاق. لا لا ماشي انت، ولكن انا غادي نكون منافق الا بديت كنسمع السي عبد الله الشيباني والسي عبد الحميد قابوش والسي ياسين الحلو خوصا، وفي كاين واحد المجموعه غادي يهضروا اش غندخل فرجي ما نيس نسكت، والله العظيم قلت لهم انا ما عاد نسكت، انا من الاخر قلت الشريفه الاسيه وهادو الشرفه البيت صفا، حتى السي عبد الحميد والسي، ولكن يختلفوا معاه دابا في هذه الخطوه دابا اللي غادي فيها، هو شحال عانى وشحال دار، ويعرف القياده يعرفها جيدا الحسيس، ولكن دابا بان لي بحال حتى هو بحال ساكت على داك الشيء ساكت. اش نقول لك السي عبد الحميد، نقول لك ما عمرك جبتي الوصيه دابا، شنو الهدف انا فهم. ان شاء الله الاستراتيجي اللي بغيت نقول لهم دابا، اسمع القياده، اسمع القياده دابا، الا بغيتوا دابا انتم تخرجوا بزاف باش تديروا لي، باش تديروا لي ثاني شي حمله مضاده، انا نقول لكم هنا البرنامج ان شاء الله تعالى بلا ما تعيوا راسكم، البرنامج باذن الله تعالى هو اول حاجه هو ديك الوصيه، غادي يبداو ينزلوا هذوك الصديقين بشويه بشويه، على الاقل نزلها في الواتساب ديال ما تخرجش من الجامعه، لا نزلها الا جلوا عليكم هما راهم راسهم جلوا عليهم، ما كون انا الجامعه راه ماشي الزائر باقي في الجامعه، راه ماشي هي ديك الجامعه، هما راه كيتجري عليهم ديك الساعه، الا بغى لهم الله خير خاص ضغط 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 عرفتي ضغط، بحال داك الضغط اللي كيدير في اخر اللحظات الاخيره دابا يدير لهم السبسب اخر اللحظات الاخيره يضغط، انت ما خاسر والو، انت ما خاسر والو، انت خاسر خاسر في الماتش، هما خاسرين هما اللي خاسرين، انت غير ضغط 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 الضغط المطلق في الماتش دابا، هادشي دابا انا دابا ندير الضغط دابا ضغط دابا، خرجني انا اللعيب غير صغير جايين شي ناطقين اخرين واعرين واعرين وكافتي على هذاك الشيء ديال الاولياء ديال سيدي احمد، والله حتى كيعرف المسار ديالو، لو حاسبناك منا ما تبعتنا، لو علمنا فيك خير لجذبناك، هما كيقولوا انا ما كندخلش في داك الشيء، انا ما ماشي من هذا المعدن ديالي، ماشي من هكا المعدن ديالي كيبان لي، انا ما مدوزي السيف من هذا الشيء هذا، ما انا داخل مع داك الشيء ديال عرفتي داك الشيء ديال الدعوه ولا داك الشيء ديال الدعم، كنقول حسيت الله يسمعني كنقول انا قراني انا قراني السيف سمر والشيطان، السيف سلام اللي قراني مره كان بيمشي مع الشيطان كيجري، ولكن كيقرني مع انا السيف سلام هو اللي كيعرف الشيء، هذا الشيطان ديال دابا واعري، هذاك اللي هبط سيدنا ادم وذاك اللي شد خوت سيدنا يوسف وذاك عرفتي داك الشيء، واو 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 هذاك خلاه سيدي ربي السي عبد السلام، موجود الخلافه الثانيه الواحده ما كايناش حتى واحده، الخلافه الاخيره نسموها، ما كايناش شي خلافه، كيقول السي عبد السلام ان ثقافه الموت والاخره، اسمعها اسمعها اللي عنده ابره، عندك ابره من العلم ذاك الابره وبغيتي تقبلها حيوط، اسمعها السي الرفيع رفع رفيع، اسمعها السي يا ربي تكون انت هو الرفيع، اسمعها بهذا الكلام هذا، وراه دخلنا باش نرجعوا الموافقات وداك الشيء ديال 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 المطالب والمحافظه، وكيفاش قالوا العلماء ديال دي مقاصد الشريعه ومطالب الشريعه ووحده الامه، بعدا نديروها وحده الاخوات الزائرات الان مع وحده مع وحده الاخوان، لان اول عماسي بسلام قال لك نسالوا لمن بعدنا وسيله الجمع، ان يعطي الله من بعدنا وسيله الجمع، ماشي سي بسلام ما عندوش خلاها، علاش خلاها بحال السي بحال الخلافه الثانيه خلاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبغيت تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سي عبد السلام كيضرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا انت فهمت كذا، وانت ما انت راك عايش في واحد العالم والله لا فهمتي هذا الشيء،
خصك اول حاجه تسليم المطلق بعد الزيان، تسليم التسليم المطلق، وقبل من التسليم المطلق خصك تطلق بعدا نفسك من الشيطان. دابا هي انت بعدا تقول بعدا راه نفسي كاين فيها الشيطان، اسير فيه، قول بعدا هذا العلم ديالو غادي يجيب لك انا دابا يا حسرة. قال لك لا ولايه لك، اش قال لك سيف سلام؟ ولا ولايه لك ايها الفقيه في الاحكام الظاهره، كاتبها في عيسى ماشي دايره في الاوديو هذا، على هذا الموضوع لتتكلم فيه. اش بغيت تتكلم في هذا الموضوع اللي كانت تهضر فيه دابا؟ السيره فيه جايبك بيقرب بيلعبوا بيك دابا بحال كيدير دابا الوهابي ابن تيميه ملي كيقول ان انا نضرب في المحفوظ، كيقول لك لا هذاك خربقه تتلف هذاك، واش دابا تتلف دابا ترى غادي يمشد لك دابا هذاك ديالك ويبقى عليك دابا، وخرج خرج شي حاجه بعدا، خرج من هذا الشيء، توب توب منه، توب من هذا الكلام اللي قلتي خايب على السي، خايب 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 انك بديت تصفي لي خايب. اما العلم الاخر ديالك هذاك ماشي مشكل، ترى كنتوب الى الله دائما، ولا غيجي الغيب وغادي يبين لك هذا الشيء ديالك. على هذا الموضوع اللي تكلم وتفتي بانه زعمون مرفوض مرفوض مرفوض، اسمع الخبر الصحيح من نبيك صلى الله عليه وسلم، العساك تهتدي وتقتدي بدوز عن السيف، سلام لا دوز عن سيدنا مازن، نصحوك نصحوك وعلموك ان كنت موضعا للتعليم. اما الى بدي ديك الدكتوراه تقرا عند هذا وتقرا عند هذا وتقرا عند هذا، راك نقول لك اودي تاسيس الشاطبي رحمه الله عليه، راه السيف سلام راه صفى، واخا تصحاب دابا راه الخلافه هذه، والخلافه هذه دابا هي دابا هذوك اللي هدفتوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا دابا الشعر اللي كان كيديروا لي حسن بن ثابت وهذاك والفصاحه ديال زياد وديال معاويه طلعوا لي فاتوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ياك واصبر حتى اسمعك كما يقصدون بالوصول والمعمول والنهي بعد زمن الوحي. شحال باقي باش ندوزو؟ قلنا دابا حنا غير كنلعبوا معاه بصفتنا واعي كيلعب، ولكن ما بقاش دابا، شوف دابا راه ما كاينش، لان دابا غادي اللي خرجوه كينهزموا دابا بحال قريب، دابا فتناهم بالتعادل، شحال فتناهم في المقابله، مقابله باقي فيها الناس وجبناها الناس وجبنا الاخوان، بان على الناس يخرجوا، وخرجتي ولا ما خرجتيش راه غادي يخرجوا عليك. شتي يا الاخوان اللي ساكتين، نجيك من الاخر كنقسم لك بالله، وما تخرج يا تيخرجوا عليك، ما تخرج، خرجتي ولا ما خرجتيش والله تيخرجوا عليك. واسمع دابا حتى اسمعك ما قرأته، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. قال لك السي كيدير الخرافه تما، وغادي نجيو الامام الصلاه نقراوها في الاخر كلام السي عليه السلام كيفاش حتى يفهم، ولكن صبر ما بيديش، اصبر شويه كنخليك من ديال السي عليه السلام، ما بيديش تقول كلام وصدق وسير ورا هادشي اللي غيكون على يقين، راه يقينا 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 هذا اللي جاي راه غادي غير بيبين لك بان البلان راه ماشي هو هذاك اللي قال لك السي عليه السلام، صافي هذا اللي بيجي بيقول لك ودي على البلان. والدليل على ذلك اول حاجه تكون عنده وسيله بحمد الله تعالى انه سيجمع ما بين المؤمنات والمؤمنين، ماشي غادي يفرض المؤمن يفرض المؤمنات يفرض يفرضك انت بديت تفرض عليهم الاوامر ديالكم، لا 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 خصك بدا تهبط انت. القياده الستالينيه تحيد من الستالينيه ديالك هي اللي غيكسرها لك دابا باش نجيك من الاخر. السي عبد السلام اللي قال لك ما اذا اراد ان يحرف الاتجاه عكس ما تشير الى بحال شي قياده جماعيه كده ستالين وصحابه، هو بيبين لك راه بانكم ستالين، صافي بانكم راكم ستالين، يلاه درتوا هو اللي قال لك، هو اللي قالوا بانكم ستالين هي اللي درتوا على الاخوات الزائرات. ولكن مع المده مسكينه الشريفه اللي ناديه كتنسى لينا هي رحيمه وعندها واحد العاطف، وهي راك عرفتي كتعطف مسكينه، وطبيعي خص يكون عند 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 عند, 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 عند الاخوات المؤمنات رفقا بالقوارير، ماشي حنا حنا ذاك الفقه المنحبس غادي نبداو نضغطوا عليهم، راه باز والله الا داك الشيء درت لهم خطير اصاحبي، والله العظيم واعرين انتم، والله العظيم الا خطيرين جدا، انا غير جالس معاكم وشتكم وتعرف داك الشيء ديال اس ام اس اصاحبي، وانت قال لي السي عبد الغني قال لي انا قال لي واخا يكون هذا الشيء حرام تيجلس لي مع السي العبادي اقسم بالله، وقال لي يا صاحبي في الشيء حور ده خلعني دابا جابوا لك دابا جابوا لك دابا فاش جابوك ودير الكرافطه زعما حاطينك في الصف الاول السي عبد الغني ولا الصياد كنهضر معاك، دابا رجعتنا شحال هذه فتنا السي سيكو جايبين لك عبد الواحد المتوكل، هذا المتوكل هذا المتوكل ماشي بقى على الله، المتوكل الان على المتكئ على اليسار على دوك الناس اللي جايبوه هما احبابه هما اصحابه هما اللي بيجيبهم دابا للجامعه هما، اما الزائر هذاك الشيء هذا اش كيعني هذا؟ كيعني بان الداخل ديالو وجيب قصه من هذا الشيء كنهضر لك الواقع هذه الخرج جايب لكم، ولا احد يتكلم كيجيب لهم هذاك جاريه كتصلي بهم الا ازيدكم، وقال لي على المنطقه الرمادية اش منطقه انت راكين في المنطقه السوداء الان راه قريب المنطقه السوداء، السي عبد الواحد المتوكل وخرج هذا وهذا قارون، السي عبد الواحد المتوكل دابا انت كون غير جيبني انا نهضر بعدا، حنا كترفضنا دابا حنا كلام ديالنا دلحو، ولكن المشكله دوك اللي جالسين مع جروب السيمولي التاجر داير لك تاجر ابليس السي ازبير اللي انت كتعرف هذا الشيء، لان علاش كنقول لهم هادو جلسوا معايا وكيعرفوا لك مخبين وشي وحدين اخرين مخبين حتى هما شحال هادي باش نجبدو دابا مساكن،
السي ماذا قولك في هذا الشيء هذا اللي جايب؟ السي نور الدين من الاخر اللي كتقول الصباح العشيه في هذا الشيء ديال الدائره السياسيه، اش كتخربق انت دابا؟ في الذكرى اللي كنت فيها داروا فيها شعب من وما عيطوش ليك، عقلتي عليها فاش كنهضر انا وياك؟ عيطوا لك الى اخر لحظه، اش كتقول لي انت دابا؟ السي نور الدين من الاخر، السي نور الدين من خوم شي تمريخ الله يرحم الوالدين من الاخيه بدي سيدي احمد الملاخ صاحبي الله يهديك سيدي نور الدين، سيدي نور الدين تاع العقل صاحبي جايب لك اليسار صاحبي وكيسد على الزاير انت كتعرفهم هذا الزاير تقطعهم انا جايب لهم اش جايب دابا؟ جايب دابا راه ما بقى والو دابا، شوف راه غادي يوليو يا صاحبي زياد اللي كان والي سيدنا علي على البصره، ها غادي يولي مصيبه كحله هذاك معاويه اللي كانوا هما اللي كاينين دابا، حيدوا اصاحبي تجرؤوا على الله تعالى انما امرؤ على شيء ان يقول كن فيكون. لا 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 الله تعالى واخا تقول كن خصو يقولها السي فتح الله ويقولها برشي ويقولها السي منير ويقولها السي فلان ويقولها السي فلان ويقولها السي فلان، اما السي العبادي هذاك مسكين ساكت في مجادر اللي ويقولها مروان يقولها ولي الله الصالح الصحابي الجليل مروان وتقول يقولها يقولها يزيد مروان ويقولها الوالد الذي امر لا حول ولا قوه الا بالله، كنت غادي ندير في الكعبه جاب السي ندير فيها كوني درت فيها شي بار ديال الاشراب لا حول ولا قوه الا بالله مسخوط الوالدين وهذا فين ساكتين فين ساكتين؟ منين جا هذا الشيء؟ منين جا هذا الشيء؟ منين جا هذا الشيء؟ منين جا؟ منين جا هذا الشيء؟ هذا الشيء باش تعرفوا سيدنا علي كان يسب على المنبر باش تعرفوا دابا هاد الحالة يبي نقول لكم كيعيشها سخونة الشريط هي اللي كان كيعيشها مسكين سيدنا علي حتى تشعر بالآلام، راه غادي يشعروا هما دابا، هما دابا ما بقى لهم والو لأن كينقذوني دابا حتى واحد فيهم ما قدر يخرج يقولوا غير منير راه ما دارش حادثة سير يلاه خرج منير الكراكي شحال وأنا كنقول هذيك السي منير كنت تكون السي منير خرج يلاه قول ما قديش في الكتاب اشرح لنا شنو تقول في الكتاب صح علاش بتقول في التخربيقه ديالك بعدا في الكتاب هي اللي بعتي وشحال ديتي فيه ديال الفلوس ودخلت تغليتي جامعه وديتي فلوس تكلم يا عبد الحميد قابوش انت شحال من مره وانت كتعرف هذاك منير معرفه واعره ما كتقولش لي السي كتقول لي منير كيقولوا لي الدار كلهم منير الكراكي والله السي ما عمر ودني سمعتها انا ما زلت كنقول السي منير اسمع منير ونقول لكم واحد القضيه راه الواثق كنت اول مره بيطلع بيت نسول قلت له يسول السي منير واش ما داروش قصروا قال لي انا نسول سيدي منير سيدك انت سيد عنده انت وراه نشر اليوم واحد الصفحه زوينه من جماعه واتبع سبيل من اناب اليه وهي الاولى السي عبسلام هو اللي اناب الى الله وبعد نزل الوصيه ديالو الشريط الا كان هذاك الشيخ ديالك هذاك سيدك منير ونزل ليه الوصيه نزل بعدا ديال السي عبسلام هو راه بيحبس السي عبسلام هذا كي راه حابس راه الحمق راه غادي تصير عندك تخلط وراه غادي نجي لك دابا غادي نجي لك واحد القضيه اخرى ان شاء الله غادي نتكلموا ولكن اصبروا صبروا شويه غادي نتكلموا شحال هادي باقي واحد نكملوا كلام الله تعالى بعدا باش نمشيو أن تقوم لا متنا وفرادا وأنتم ما تفكر ما بصاحبكم من جنة قال لك أسي الخرافة السياسية إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إذا أراد أن يحام فليتجه عكس ما تشير الشر أنتم ما درتوها دابا حنا كنهضر معكم دابا الشعر اللي درتوها نذير نذير لكم نذير قال لك إذا أراد أن يحام قال لي قال عبد الواحد المعنى ما كاينش مشكل كان قال لك واش نسكتوا نسخروا عن أنفسنا بديني نسكت لك رافع ولا نسكت لك أنت علاش ما جبتي هذه بلغوها كامنتان علاش ما جبتي كلام كبير وطويل وعميق وما نحتاجوش مرحبا غنحتاجو كاع ما نحتاجو كاع نسجلوه فوالا سير وقال لك اودي الاخوه قال واحد الكلمه ذكرني بها واحد الاخ دابا كون جابوني نسمعوه راه كلمه بكلمه باش تشوفوا باش كان خلاعب السي عبد السلام لاعب لعابه خطير والو والو ما كاينش راه السي عبد السلام اللي كاين مدرب كبير النصر اللي جا ديالو راه بلعابه ما كاين غير لعاب ما فيه والو قليل كاين شي وحدين سي العبادي ولكن مسكين سي العبادي مسكين حيدو داروا دابا في الاحتياط وراه قالوا لي قال في الجزائر قالوا اسكت انت راه نديروا حنايا كيخدموا غير الا بيبينوا السي لان دابا خايفين ها السي العبادي دابا وجايبينه في الواجهه راه خدامين بك خدام سيدنا عثمان خدام به مروان بقيتي غير انت راه خدامين بك راه خدامين بك راه نزل الوصيه راه حيد راه كيخربقوا عليك راك حاصرين انك راك كتخربق معاهم راك كتحمل المسؤوليه الكبرى راه دابا طالعه باتجاه معاكس ماشي سيدنا عثمان غادي يبقى مخلي مروان وخرج خرج من تما راه خوتي سيدنا عثمان ان امساك بعضي الصح مخاف الفتنه والذي ادى الى مقتل سيدنا عثمان السكوت عليه واضعاف موقف سيدنا علي المدرسي هو الحق انت دابا راه كتخربق السي العبادي اش كتخربق كيخدموا بك دابا انت اش كتخربق انت كتسير شي حاجه كتسير الدائره السياسيه اللي مسيرك انت ومسيره الجماعه وغاديه بها شي عبد واحد دابا جايب لك اليسار وديرك انت في قدام اشنو ودابا الزائرات والاخوات حاطهم في التوش انت شنو كتعرف دابا شنو دابا انت ولا فيما قالوا لك هما وليتي كتشرع عليهم بحال انت كاع هو سيدنا نقول لك السي عندنا انت دابا هو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص السي دابا نطلعك شويه نحيدك انت السي العبادي هو سيدنا عبد الله بن عمرو العاص الفئه الباغيه التي قاتلت دابا جايبين لك انت باش تشرع عليهم الفئه الباغيه دابا انت جالس مع الفئه الباغيه وساكت راه هادشي انت هو سيدنا عبد الله بن عمرو العاص دابا دابا طلعتي شويه كنت طلعت بك بزاف درتك سيدنا عثمان خليفه دابا الان سي الله وصلتي سيدنا شرد بالك شويه السي العبادي سيدي العبادي نخليك تما كون حي سبيتك
يا قال كيف بك يا عبد الله، مالي جات عود كل حساب بيتي قلت ليش عمره بيتستقل، دابا 5 سنين ومددوا لك، فين مدد لك؟ مدد لك تيقتل راه كيلعبوا بيك، كيلعبوا بيك انت دابا عبد الله، راه كيلعبوا بيك، غادي يقول لك في الباغيه اللي كتقتل، وكيقول لك عبد الله ديك انت اللي قلتيها، قلتي عبد الله ما سامحش لهذاك، راه قلبه عامر خسر فكو، راه غادي يولي غادي لزياد بن ابيه بهذا التخربيق ديالو، راه غادي شي حاجه خايبه، راه كيقتل هنا هذا عبد الواحد متوكل يجيب لي عصا اول حاجه بعدا. الا كنت انت بيتي تجمع واش بتجيب؟ واجي بعد الزائرات وجيب الاخوات المؤمنين هذوك تفكيتي منه هذوك، حتى انت دابا راه فكي لان باش تعرف دابا ابليس جرك وبيتجروا انت هما، سير انت للهاويه، كان اقسم لكم بالله الى الصحبه الى الصحبه الى الصحبه عندي يقين يكون الى والله ما بقاش، راه درت لكم البارح مطلب الصحبه، ان نضحي بجماعه ونضحي تفت نطردوا الطبيب ونضحي بجماعه ونضحي تفت في سكن قابا صوفيا، قال السي بزاف الاحسان هذه، دابا نعاودوا جاي نرفع مستوى الفهم وتكبر ان الامر خصو يكون بيدي يدي واحده وليس في ايدي متعدده، قياده ستالينيه ايد واحده خاصه واحده للجمع، وهذه الواحده هي اللي غادي تفرض عليهم الزائره عاد تزيرو باش 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 يجيبوكم، لان انتم عندكم واحد الحق ما يمكنش يتكلم على النساء الا انتم، راه انتوما راه انتوما واش المرأة الله تعالى دارك دارني انا ذكر ونولي رد راسي انا مرأة، وهذا مرأة ترد انت عبد الله انت مارشي دابا اش كتهضر انت اش كتخربق دابا انت التوهابي داخل فيها تلجر انت واحد وضحك عليك دابا جاب الكتاب تهضر اش هضر انت اش هضر انت مارشي قال الاتساع، هذا امر ديال المؤمنات، حنا عندنا الفقه المنحبس ما كنقول لك تصلي بينا، ما كنقول لك مرة تصلي بينا باش نكون واقعيين، ما نقول لك تصلي بينا لا نادية ولا غيرها، ما نقول لكش يوم المؤمنين تخرج قاعدين في شي حوايج في شي حوايج، اما ماشي راه كانت فاقيه وعارفه ما لازم نسدوها في البيوت، اش تخربق دابا انت راه هذاك ما يفهموا غير هما، وهي فايتك وانت في السياسه اللي ناديه والله السي لا الى بعيد عنده واحد الفهم بعيد، غير هي كيقدروا ذوك الجماهير هذاك الشيء ديال بحال هذا خياتنا هذوك كيقول هذا بحال هذاك اللي بيدير هذاك الجمال الادب، ولكن انا راه ضربتو ليها انا ضربتو ماشي ضربتو دابا في الشعر في الشعر الطويل الجاهلي الشعر الجاهلي الطويل ما كنا غير كندير معاك شي حاجه وعارف ذاك الشعر واي الشعر كتقرا واحد نسمه في الشعر جاهلي نسمه ديال الشعر منير، انا والله ما دازي واخا مازال ربو شوف قال لك السي عبد جاهل ماشي مشكل، سيدنا محمد توا قال سميتو ماشي كيبتسم الشعر واحد في الشعر بتسم لك انت في الشعر بتسم لهذاك الشعر، حيد عليا التخربيق ديالك الاتساع هضر دابا انت كتفتفت كتهتا وتكون اذا الشعر في الالقاء ديالها ما كانش القاء زوين مع مسكين مع جايبين انه خصو يصوروه هو مريض بحال داك الشيء ديال هذا، هو مريض مريض مع الكرسي لا مالو حضر الزياره بيبينوه بيصوروه مسكين، عرفتي بحال داكشي ديال بوتفليقه الله يرحمه مسكين فاش كان في الايام ديالو كيجيبوه كيصور والله العظيم باش تكرفسوا عليه، راه بغينا ليه الخير لان خايف داكشي اللي دار واللي قال سي فتح الله ما جاني من مصدر واحد ماشي مصادر متعدده احد بيت انا ينفيه، ولكن هو راه دار بانه قال والي قال ليه ما ديش قصر هو راه دار اللعبه في الكتاب ديالو في مكه، رجعوا ليه الاخوان رجعوا ليه وجبدوه ليهم جبدوه ليهم ديروا ليهم عليه هذا كيقول لهم سولوهم علاش دايرين جبدوا ذاك النص ذاك النص وقول لهم عيني رايت رؤيا وبيحز في نفسي وغادي ينقص ليا وشحال وعلاش نقص فهمتيني ودير فيها تما ودير لي عبد الحق ودير فيهم كيف يخرج على كل شيء، رجعوا قال لك السي عبد السلام نكمل الايه القرانيه قل عجيب قل نرجع سبحان الله العظيم قل ما سالتكم من اجل فهو لكم ان اجري الا على الله ان اجري هو على كل شيء شهيد، سي عبد السلام ودي داكشي بيديرو من بعدي بيدير داكشي يجري قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب يقذف بالحق قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب، سي عبد السلام صاحبي انت تقول لي دابا كيخربق تقول لي هو لا قال لك ما تواضع يقلبكم الصواب ألا ترون أن الله أعطاكم ألا ترون أنا الله اللي قال لي أنا أنا الله أعطى ما لم يعطي غيره من قبل تواطؤكم ومساعدتكم على أمر معناه إشارة إلهية أسر فعل وضيع بالكلام ديالك داك اللي درتي صبحتي وضيع شنو نجيك من الآخر بكلامك، أما أنت بالقرآن وداك الشيء فأنت رافع، حنا كل حاجة كنحطوا موقف وضيع هذاك هذاك موقف خايب بحال الموقف اللي نزلوا فيه الصحابه من احد موقف خايب هذاك وضيع هذاك الموقف راه كلاو العصا انت دابا راه كتاكل العصا انت شنو كدير انت تلعب تقول لي انت دابا كتعرف انت ما اعطى ما لم يعطي غير انا من قبل انت كنتي معاه مشارك معاه قباحه هذه كتسمى قباحه الشوك هذا الشوك بيدخلتيه بالشوك وسيروا كلوا معاه الشوك سيروا كيوكلكم الشوك سيروا كيوكلكم الشوك الله سيدي الا كليت معاك انا نبقى نذبح الله سيدي نبقى بالجوع ديالي ولا كليت معاك داك الشيء ديالك نجيك من الاخر راه ما بقاش ولا السم تما
ملي عبد الواحد متوكل دابا جاب الدائره دورهم في الدائره السياسيه، ماشي الدائره السياسيه، الدائره ديال اليسار وديال هذوك، هذوك ولات حابس لهم ديك الدائره. عاش احنا مع الفوضى ما عندناش مشكل معاهم، ولكن جيبها خويا ديك الدائره وحاصر هذاك عبد الغني ولاد السيادي ما بغا غا يتلاقى معايا بزز، تلاقى معايا وتلاقى راك الله معايا. عاد عبد الغني ولاد السيادي غادي يجي ليك انت، هنا خصك العصا انت، يا انت ما كتحشمش، انت ما كتخاف، انت ما كتحشمش السي عبد الغني ولا السيادي، والله العظيم انت خصك العصا وكتلوى وانت تعرف الحق. انت جداك الضربه اللي جايك الله يحفظ، انا نقول لك انت لانك انت عارفتي الحق، بحال السي عبد اللي قاطعني دابا لانه عارف، لانه هو كان كيشوف المشاهده دابا ما عليه. اما مسكين معاويه وابو سفيان في قياس واسامه الفتح هذا، ولكن الصحابه بحال سيدنا عبد الله بن عمر يا اسفايا، واش اسفك علاش تقول انت تقلب من هنا وتصلي مع هذا وتصلي مع هذا وتعب؟ واش سيدنا الحسن باش نحطوا كل واحد بلاصته دابا؟ اسمعني، كان سيدنا عبد الله بن عمر صحابي جاري، دابا الصحابه ساكتين، اموري التاج اسبير اسي هذا ساكتين، ماذاك اللي خدام في المركز ديال بن سميتو هو كيخدم معاه، ما عرفتش سميتو، سميتو داك اللي كان جيب ديما سميتو، ما عاد سميتو تما راك الصوفي، الصوفي السياسي وداك تاع السكوت ديالو كيتحمى، ما عرفتش بيخرج لينا وهضر باش تخرج هو من نفسك من الصوف من داك التخربيق ديالك. سميتو هو راه ديما كتساي سميتو، قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان تدفى بما يحيي لي ربي انه سميع قريب. الله تعالى سميع قريب، الله سميع قريب كيحضر معاكم فيما تخططون اليه صباح مساء، والاولياء اللي عندهم الكشف راه كيوصلوا بداو كيعرفوكم ويعرفكم فين غاديين. ها تغلط، ها تصعب، واش معاويه ما عرفوا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عرف هذا، ما عرفوا عليك، ما عرفاش كيخطط، ما عرف سيدنا الحسن عطى تما قادك والقادة بوحدو فيه، بوحدو هذاك حاله بوحدها كانت، لان 30 سنه نجا في 30 سنه بوحدو هذاك. سي عبد السلام دابا جاي، قدر الله ماض فيكم، وقالوا اسمع ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. والله ما فيهم الا الفزع، كنقسم لك بالله الا هذه فيهم العافيه الخوف، وبيناتهم والله ما واحد ما كيدوش. انا نقول لك بالقلب ديالهم واخا كتشوفهم كيتصوروا، وانا قال لي السي عمر كانوا كاع جابوا لنا دي فيديو في جي سي شاد قال لي بسم الله. لا لا ماشي اللعبه دابا، الشرطه حتى واش ديمقراطي داك الدري عرفي على الشرطه؟ اش كانت الشرطه تخربق دابا انت؟ انت الشورى الديمقراطيه اشكلها ديمقراطيه ما داروهاش كاع، بعدا هضر معاها ما يديروا الديمقراطيه. الشورى طهاره، طهاره خصها بعدا قولوا تفكك وخصها هذا. ودابا انت بعدا هادو بدلو غير من السي عبد السلام، كنت قلت لك ها فهاديك كما اكتشف عالم مسوس وقرب يجب انتباه الناس اللي بالمس تقول كتبه او شك او شك تلك تلك النقول ازمني بها بعض الناس ما عليه يجب كفاني بعضهم لاني اللي ذكرته فلان فلان فلم كفر واستخرفاني 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 اخرون لحديثي عن الغيب والكرامات. ها دابا انت هنا فين رافيه فين مضروب انت؟ هو الامام ابن تيميه، انا غادي نشوف نرجعوا لابن تيميه دغيا كيفاش تكلم عليه السي عبد السلام في واحد القضيه ملي قال الصلاه، وكيفاش رجع عليه وكيفاش قال لي سبحان الله العظيم خربقتي انا ابن تيميه رحمه الله عليك. نكملوا كلام الله تعالى لنا عجيب، ولو طريف فانا في تواخذ مكانك. وقالوا امنا به وانى لهم التناوش من مكان بعيد. التناوش كيقول لك بقدر والتوبه زعما بيتو، وانى لهم التناوش من مكان بعيد. وعندكم وعندكم لا يجيكم عندك، دبر راسك. وقد كفروا به من قبل. والله الا كنتوا كافرين بالشريط، والله الا كنتوا كافرين. عندك دابا تقول، عندك دابا تقول، دبر راسك اللي ساكتين دابا، دبر راسك. انا كنقول لك انت ياك كافر به، ياك مانعو، ياك مشمعو، ياك بدا كيشمعو لكم، ياك غادي تسمعوا، ياك تشوفوا دابا فين غادي جاب لك داكشي التفتتيه. على ما التفتت شنو هي هذه دابا؟ هذه اشنو هي الصوفي جيب لكم اليسار دابا؟ شنو هي التفتتيه عندك؟ شنو هي التفتتيه عندك؟ ما بقاش العلاقه محبه، ما كاين غير هضر لي هضرك بيتي انا والدنيا الاله تلتهي. شنو كاين شي باش حاجه؟ ما كاينش، ما كاين، كتحس ما كاينش اتجاه الاخر ديالو، ما كاينش عنده غير الا كان شي داكشي ديال المؤتمر داكشي باش يحضر وباش يبدا يتبورد عليك ويدير لك ويجمعك انت دابا كيبدا يضحك عليك. واش يبقى معاه؟ الله اكبر، هي على قلت الله اكبر، بقى معاه، بقى معاه، صافي شتيها قال لك بقى معاه هكاك في الطبور عليك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وقد كفروا به من قبل يقذفون بالغيب من مكان بعيد. ويقذفون، اسمع سبحان الله، بالغيب من مكان بعيد، لا ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، لا حول ولا قوه الا بالله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم. انا الشيعة انا جيبها قول وخا باشياع من قبل انهم كانوا في شك مريب. راه دابا الشك هو اللي خايف، دابا كاين شي واحدين عندهم الشك بين انهم اليقين بان داك الشيء ما كاين ولا كيخربقوا هذا اليقين باش ولا ديك القياده الستالينيه كي قال سيف سموها بعدا. على الاقل بعدا شد اليقين قال سيف سمو قال لي اسمع لي اسمع لي، بحال شي واحد عنده شك في لقاء الله، في شك ريب من لقاء الله، وبالاخره يوم يخرج خصك عندك اليقين في السيف سلام. دابا بيشكك في السيف سلام، دابا انت كيشكك في كلام سيف سمو قال لي قال لي خليني نحيد الاتساع ها سمعني بعدا عاد نهضر. دابا بيشكك فيه وباش كيف بحال هذوك اللي بيحيدوا من القران هذا ويحيدوا هنا ويحيدوا هنا، ذكر ذكر بيحيدوا ايات من القران تخربق. والله اذا تطحن انت والله اذا تمشي انت ويا لا انا كنقول لك والله لا ركبت معاه وكنقول لك
من يقذفون بالغيب مكان بعيد، يقذفون بالغيب من مكان بعيد. لا ما نديروهاش، الله لا درناه، والله واخا يطير، والله واخا يطير. دابا الا درناه والله واخا طير السي عبد السلام، دابا انت فتح الله وديرها دابا، وسير دابا انت جيب لك هي شي هي كي كيهضر دابا، هي ولا كي كيهضر دابا، حتى واحد فيهم ما قدر يخرج. انا كنتسنى شي واحد فيهم يدير شي اوديو هي شويه ورد عليه، راه اللي دار غادي يرد عليه دابا، اقسم بالله. يلا قول لي وتشوف الا ما نجبد ديك، نجبد ديك الطاق، بانك ما كتعرفش تقرا البراند السي عبد السلام، حيد الاتساع ما كتعرفش تقرا البراند. انت هي تكنيسيان وجيبك اصاحبي الارشيتكت، واش انت الناس اللي قارين، واش انت ارشيتكت؟ كنصيفط واحد اللي ارشيتكت، واش انت ارشيتكت اللي قرا شحال من سنه؟ جي انت دابا انت تعرض تخربق مع السي عبد السلام، دابا انت جايبين لك تهلا فيك دابا، دخلك وتسحب داك دوك الحساسه اللي كيفي مع دوك كيسول، واحد شي ولا كيفهم هو اكثر من راجلي، تدخل اول جواك ورشد درسك برشي تكا، وشد الجوا ديالك وشد هذوك الناس اللي كتخرج دابا، شدهم وارتاح ورجعوا نقرا واحد فقرة من سيف السلام. كيقول لك سيف السلام إن ثقافة الموت والآخرة، اسمع، أعوذ بالله من هذه الكلمات الدخيلة الحاملة مع ريح الكفر، أقول إن ذكر الآخرة، ماشي إن ثقافة الموت والآخرة، باش نوريكم دابا هاد الدائرة السيسي كيجيبوا ثقافة الموت والآخرة، وهذاك تكلم لهم هذاك خيزون هذيك المرة قال لهم والدين في الوسط هذا وعلم الاجتماع، زعما هذيك نهضر لكم أنا راه كنفهم علم الاجتماع، حشومة داك الشيء جايب لك ثقافة الآخرة والموت، أعوذ بالله من هذه الكلمات الدخيلة الحاملة مع ريح الكفر، باش عرفوا واش جايبين لكم، جايبين لكم اللي يديروا لكم الكلمات الدخيلة، الناس الداخلين باش الحاملين. واش كنقول لك واحد كيقول لك لا يؤمن برمضان ما كيصومش، غير تقول لي انت، تقول لي انت، نقول لي انا معاك، اش سير اخويا الاتساع، واحد كيقول لك الميت اش نقول، نقول لي انا معاك، سير اخويا الاتساع، سير انت مع عبد الواحد، واحد جايب لي قصه باش عرفوا دابا، جايب لكم دابا هذا عبد الواحد مسكين خصني داوي دابا. لا يهم من احترق فؤاده حصه على ضياع عمري بعد ان اسمع عن الله اولياء، وان يكون الشيخ ان يكون الشيخ الدال على الله بمثابه امام او حاضن ترضيع او طبيبا، أن يناول القاصدة اليقين، همه المقيم أن يعطر على من يحدثه عن الله وعن الطريق إلى الله. تريد أن تخرق به سدود بين ما بينك وبين ربك وما صنعته، غفلتك ورياؤك معك إبرة، واسمع اللي معك إبرة، اللهم من علينا برحمتك العظمى واحمل عنا الأثقال في وسط الإسلام، ويسر لهذه الأمة من الرجال من يفتحوا لجهاد ألف باب لا كإبار المكذبين، هذول كيكذبوا بالشريط عندهم إبار كإبار المكذبين. تريد أنت يا من يعتز بعلمه، يا من يعتز بعلمه، الفقيه الأصولي يكون أنت قد على الشاطبي بعد، ونجيك من الآخر باش نجيك دابا أنت أن العلماء الشريعة بل لنا عبد الصمد رضا ساكت بالو كيمشي كيدير هنا فهذا ويقول لهم برقاق، وقلنا بعدا على الشريعة الله دير نجي هضر لي على منير الرقاقي بعدا، وهضر لي على هذا نشوف بأنك حقاني السي رافعي الهضرة ديالك مشيتي ديال أبو حازم كيقولوا أبو تمرض عليهم تما ترى يبردك ها الشيطان والله تيعطيك، كانت الفصاحه عند زياد بن ابي كان كيخدمه ودار الخدمه والله يطيطحنك. اسمعني دابا ملي بديتي كتهضر على السي عبد السلام انت جاي راه غادي يردوا عليك بزاف، انا كاع ما مسالك دابا كاع، انت يا معتز بعلم ولا عمل، فان كان عمل فلا اخلاص، اي شيء بيدك تريد ان تخرق به سدود ما بينك وبين ربك مما صنعته غفلتك ورياؤك معك ابره، انتفاخ الكلمه. وانا كنقول لك من واسمع اسمع اسمع دابا القوله ديال هذا، اسمع نصيحتك، اسمع ما بغيتش نقول لك دابا انت راه حتى حنا كلنا هذا، اسمع وانا كنسمع معاك، تمشي في ركابي واسمعوا يا هاي الطريق، لا تسلك مع النفس والهوى، هذا شيء لا يجي بعجلتك، يحتاج الى حبال ورجال وصبر ومعاناه ومجاهده، وان تصحب بعض ملوك المعرفه حتى يدلك ويعرفك ويحمل عنك ثقلك، تمشي في ركابي فاذا تعبت امر بحملك. وانتم دابا امر بحملك، انت كذاب، انت الوصيه ديالو كاع ما هزها، هادو كذابين هادو وصيه تبعهم والله تيلوحوك اللاويه، هادو راه الطوموبيل ديال الكار ديالهم راه طايح اللاويه، نجيك من الاخر واخا يكون فيه السي عبد الكريم والسي عبادي. ودابا حنا الاخوان الا درنا راسنا غير ما يصرف مع الاخوه المسلمين، ودابا وجهوا الاخوه المسلمين عند السي عبد، سمعوا ليه، دابا حنا من منة الله علينا جابنا في المغرب وجابك عنده، دابا هذاك راه كان عاتبوا الاخوان المسلمين ولا واجي عندنا، اش عندك انت، اش عندك انت، اش عندك انت، كان انت توصل للامام حسن بن رحمه الله، الله اللي اختار هنا وجاب السي عبد السلام، ودابا بديتي كتنقص عليه وحيدوا لها انت في الاحسان الصفحه الاخرانيه، قال لك انت باش ما تكونش واثق لنا فيها الغيب والخرافه حيدوها بدلو، قال لك اوتار جيب لي انا بقره سامير، جيبوا لي جيبين هذا بيعبدوا، انت جايبين لكم دابا الرافع، وقال لك رافع انت واسير وعبدوه انتوما، سامريه اخرى جايبينها لكم، سامري خرجوا لكم هما السامريين، كيخرجوا لكم دابا العجل بعد ما خرجوا هذا، بعد ما خرجوا القول ديال هذا، بعد ما خرجوا لك هذا، بعد ما كيقول لك هذا، بعد ما كيقول هذاك خرج انت، بعد ما مره ما عندهم مع غلام، كيخرجوا ذاك النص ديال الصحبه، قال لك كان الصحبه هو عنده صحبه، اش من صحبه عندك انت ولا عند غيرك انت ولا عندي، نزل هضر على الوصيه الشريط وحيد الاتساع،
حايد الاتزان، ونزل لك انت عندك انا وياك سامير، ونزل بعدا ديال السي عبد ديال سيدنا موسى هي الوصيه، هو ينزلها في فيسبوك ديالك اخو ولا انت ما تصدعنا في روسنا، نزل هذاك الشريط نزله يلا، انا اتحداك انا ما تجاوبنيش انا واش نزل باش نشوف انت القوه ديالك اللي كنت كتبور وكتعلي وكذا، هي عندك في الفن وصافي حبس تما المقامات وهذا، اسمعني دابا نزل الشريط ياك انت ديال السي عبد، ياك انت ماشي سامي، ياك انت مع سيدنا موسى، ياك انت هو زول، ونزلو بلا ما تفسرو، يلا نزلو في داك الفيسبوك ديالك، يسلم هذاك الفيسبوك ديالك، نزلو يكون زوين بعدا بالبلاصه، لا ما نزلوش، لا ما تنزل تنزلو، نزل كاع ولا ما تنزلو، عندك تنزل اللي انت، كلشي نازل دابا عندك، كلشي انا نازل، واجب يلا هضر، هضر انا غادي يجي لك داك الشيء كتقول على الصحبه ان شاء الله تعالى في قادم الايام نوحي لله منطق من حقك تقول اللي عجبك، ولكن بديتي كتنقص بزاف. قسم بزاف وكتطلق وبديتي كت يا ما شاء الله عليكم هنا، اسمع هذا راه ماشي الا نادي هادي والزايره، هذا راه واحد اخر، هذا راه كلب كاين بح استغفر الله العظيم، كاين بح كلب بشار كلب كاين بح كاين بح، عطيني باش ندير لكم تبع علينا اللي كيهضر هو واتساب والفيسبوك هذا داكشي اللي كيهضروا في هذاك، هما اليسار هما اللي كيعرفوا يهضروا، ولا انا خويا هما ما نتلاقى معاهم الا كانوا هذوك كيهضروا ديك الهضره، لا هما ننبح ما لا كلام ذاك، كان هذاك كلام ثقافه انا ما بيدي كاع ديك الثقافه، العلم العلوم العلم على حساب الا كتسميه انت بداك العلم ديال هذا ديال التكرو داكشي ديالك، انا راه داك تخرب عندك تخرب، اسمع نسيب، فما ان تبعت ام وان فان تعبت، انت الا تعبت قلبوا على الراجل، الراجل راه كاين هو اللي غادي يجمع، راه محتاج شينا حنا اللي محتاجين دابا، لان جينا عند السي عسلان بدون حاجه باش نتفاهموا، هو باش يربينا علينا خصنا نترباو حنا، هو راه عطاه السي عسلان، هو راه خدام السي عسلان باش شنو بيدير هو، على مال هو خدام هذا الراجل هذا، وانت بحال ملي كان كيصيفط السي عبد كيمشي بلاصه تما وسيبته كيصيفطوا لاوروبا وكيخربوا ويبيعوا يدير هذا، ولكن هذا واعر، هذا واعر، هذا اللي حتى عطى السي عبد السلام وكيامر، توا مامور بالسي عبد السلام، علاش تغلط؟ على السي عبد السلام ما كانش مامور بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمه وحسن سرقت قطعت يدها، علاش ما يقول لك لا واو خصو يدير لها سرقت قطعت يدها بكلمه واحده بسيطه، سرقت قطعت يدها، انت شاري السي عبد السلام نزلوا ما تبقاش تفلسف فيه، سرقت قطعت يدها، سرقوه نزلوا انت، سرقوه بلا ما تقطع عليهم يديهم، قطعوا عليهم قطع عليهم الكلام ديالهم نزلوا، قطعوا مهير يفضلك تنتي يقول لهم ينزلوه، سرقوه ينزلوه، سرقوا الوالد ينزلوه، صافي فهمتيني ولا دابا نزيدكم مازال ثاني باقي تبارك الله الخير، اللهم منا عافيت عيبت يا حمار يا ملك، او اردفك خلفه ان كنت محبا اردفك خلفه، وان كنت محبوبا اركبك في سرجه، محبوبا كشني محب ومحبوبا، محبوب كيعرف الله كيعرف شكون هو المحبوب والمحب هو كيعرفه، وعلاش يدير الله هذا محبوب هذا محب، يا وليدي انت تمشرك مع الله وعلاش يدير الله كافر، دابا هضره خاويه هذه، ودابا دخلتي لواحد العالم اخر، سيدنا ادم هبط علاش هذا هبط، دخلتي انت مع الله كن فيكون، خصو يسولكم، قال لك اشاره الهيه غيب، هو الغيب دابا سير وقفوا، قال لك عرفتي انت الغيب دابا اللي كتهضر على الاحاد، قال لك السي متهم الا كان شوف الا كان شي غيب جاي كيرفع فيهم هما السماء على السماء بحال يقول لي راك انت داخل الباب ديال معاويه ابو سفيان السي العبادي كيجيبك يقول لي اشرح لنا على الفئه الباغيه، قال لهم من دخل ضرب السيف فهو امين، وابقى فيها انت السي العبادي انت وياهم، انا نقول لك الخرج نقول لك السي العبادي عييت معاك عييت معاك عييت معاك عييت معاك ما عييت والو الحمد لله، انت هنا باش نقول لك، ولكن حنا ما دبر راسك دبر راسك، عندك تغلط صاحبي، انا صاحبي غادي تدخل عليا السي العبادي وخليني، راه قلت لك المره فاش كنت معاه تما مع قلت انت الوالد الشامخ وتوضو الشامخ في الولايه، ياك شفني ويسكوت مسكين قلت له اجي نجمع لك الشاري، وخسر لي مسكين بان لي في واحد الحاله، وهذاك حاضر هذاك هو دير عليه شيخ اوراق والله الا قال لي راه عندنا الوقت، هو راه داير عليه شيخ كيقول له تعذب معاه، ولا قلت له سد فمك انت واتساءل اتساءل كيسحبوش، انا كنخاف من هذاك الشيء ديالهم تما، انا راه له عالم دابا، انا عالم اخر وانتم عالم اخر، وانا دابا خرجني في هذه المرحله، دابا كنلعب دابا شويه نلعب معاكم اللعب دابا باش مات الماتش، دابا تسحب راه باقي الماتش باقي شويه ليه دابا، بما يخرج راه باقي والله لا مازال ما بحتوش، لان المدربين الكبار الى اخر لحظه هما اللي كيقلبوا، هذا هما الوعوري وعرفتي كي كيهضروا عليهم في الصحافه من بعد، واو كيفاش ملي كيقلبها ماشي بحال فاز في الاول بالماتش بسته كيجي خايب في الاول ماركا والبيت كيكون الماتش تامل الناس كتمشي، ولكن ملي كيكون هذاك اللي واعر مغلوب واو وكيكون الماتش عنده وكيكون الجماهيري وكيكون المتابعين كثر وكتبقى عرفتي الى اخر هذا، كيدخل عرفتي كاع ملي كتماركي بيت واحد شويه كيبان الخامه بيت واحد شويه كيولي ثاني هذاك كينهار، دابا نهار القياده السالينه والله العظيم الا نهارت بعد الاوديوات انا نهضر معاكم دابا انهار، لان خاص الزائرات عرفتي مساكن كانوا بين نهار ومساكن تاع ملي دوك الزائرات كيعاودوا مساكن شي بعدين وتفرقوا الروم والبال مسكين، ولا انا ديت شفتها فاش كانت كتبت ديك الساعه قالت لهم انا راني عييت، وهذوك الحمد لله الان بدا فتحت بدا الفيسبوك، واخا هما بداو هذيك الجامع شافوا هذا بغي يجيبوا لها ما تقدروش، داك الشيء اللي دار عليها كاع ما عاجبها، وصلتني انا التخربيق هذاك، والا مشات تبعته والله الا الله الا الله الا ماشي الا ناديه اللي كنت كنعرف الذوق الرفيع الذوق الرفيع، والا مشيتي معاهم والله ما بقى عندك ذوق،
والله الا ناديه ما بقاش، ماشي ما عندكش ذوق، ما بقاش عندك. ولكن هذه تفيقي انا كنقولها لك، علاش انت الذوق الرفيع خليها الذوق الخربيق ديالهم هذا. وفران هذا تقول، بدي تقول لا ناديه شريفه شريفه، وانا قاعد اسمعك ما تجيك بالاخر. السي كامل، لا اسيات، لا مريم، السي خالد، والله سيدي لا ذوق. انا قاعد السي خالد هو اللي قريك علينا، هو فاهم داكشي دغيا، قال هادشي عندهم شريط، الا قال راه الا نزلوه غادي يضربوا روحه. السي خالد واضح في هادشي اللي كنقول، غير هو السي خالد كي دغيا كيقولوا لي انت ما كنتي زمان، انت ما انت، فاذا تعبت امر بحملك واردفك خلفك، وان كنت محبا اردفك خلفه، وان كنت محبا اركبك في سرجه وراكبه هو خلفك. من ذاق هذا فقد عرف، القعود مع اهل الاهل، مع اهل الاهليه نعمه، ومع الاغيار المكذبين نقمه. المكذبين بالشريط سيدي سلام نقمه، القعود مع اهل الاهليه نعمه. هو الشريط اللي ما كيجلس مع الشريط، انا نقول لك واحد القضيه دابا ولات نعمه، الا جلست معه نقمه، مع الاغيار المكذبين. اللهم من علينا برحمتك العظمى، واحمل عنا الاثقال، ويسر لهذه الامه من الرجال من يفتح لجهاد الف باب، لا كإبار المكذبين، لا كإبار المكذبين. من لا أب له ولا أم في الربانية والحب في الله، صحبته نكد، كيقول السيد مسلم، صحبته نكد، صحبته نكد. نصحوك نصحوك، إوا غادي نجيبوك أنت شي أسئلة زوينة، أجي زوينة فيها السيد مسلم، قال لك ودي، قال لك عجيبة، غادي نجيب لك باش تفهمتني. كيفاش واحد 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 الشيخ اذا اكثر من امام الصلاه، بل وقبله وحاضنه مغديه. دغيا باختصار باش نمشي نسلم، سبحان الله العظيم، كيقول لك ودي دوك المتجيلين، عامه كالدب يتساقط في احضان العرافين، ضحيه بين براثين الشياطين، وعامه من القراء الصائمين المفطرين، عندهم كل ما خلق الله من مقصود، يفيد عليه الناس ماضنه الكذب، متهم مشكوك في عقده، ومن الناس مجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب، كتاب منير، كيشهد السيد الاسلام بلا كتاب. وعدعنا هنا من ذكر اخوان الشياطين الى حين ان شاء الله. العامه عامه تخص الشيخ للتبرك به، ويسالونه الدعاء في الحاجه. كانوا السيد الاسلام هادشي كلهم كانوا كيديروا السيد الاسلام، هذا وهذا الدعاء، وهذا بغى الدين، وهذا بغى الاولاد، وسرح السجن، والمقصود من المشايخ من لو حظ من الولاية لا يؤهل لأكثر من إشمام جلسائي وأصحابي رائحة الرائحة. فمهما كان باعث المريد قاصد عالي في الغنيمة، لا تحدو قبضة من الخير في درجات التقوى والاستقامة. لك اقرأ الاستقامة. ومن المشايخ بحار زخارة بالأنوار، مفتوح لهم الباب، يجذبون القاصد ويرفعونه ويرقونه ولو جاء بباعث دون ذلك، فضل الله يؤتيه من يشاء. سي مسلم كان بحار، ولكن فين كنتوا؟ فين كان هو حي؟ فين كنتوا؟ كما ان هنالك درجه في سمو باعث المريد ودنوه، فهناك ايضا درجه في اهل المشيخه. ولكن المشكل هو انت واش عندك ليد اضطرار؟ فاش كنتي ذاك الساعه كتشوف واش هير الشهاده ولا هير السعبيد سلام، وما كتشوف هذا ولا دابا. دابا من دابا كيبدا كتسنى يموت، ودلتي ليه وصيت، هو عارفك مخبي، وقال لك هذا انت درتي في حياته، دير لك الوالد، دير اللي خلفه من حياته، انت درتي صغير دابا عطاك وبيتي تطلع عليه تسحب، وانت واش انت مدرب؟ انت اللاعبي صغير راح تنتصر، هو دابا هو كيضحك معاك تما، كي لا حول ولا قوه الا بالله. كنهضرك عبد الواحد المتوكل يخدع عليك العهد، جل من لقاء رجال الواسين المصيرين قاد. شوف اسمع، وحظوظ العباد من الله تعالى، ومما يؤدي الى معرفته جل وعلا، من لقاء رجال الواسين المصيرين قدر مقدور وكتاب مكتوب. اللهم من علينا بمعرفتك ومعرفه احبابك، يشترك العامه المتبركون المريدون الصادقون في من ذلنا. واحد الكلمه عجيبه هنايا، من امثال، لذلك نجد فطاح من امثال ابن تيميه رحمه الله. ابن تيميه كيقول كالصلاه، الناس فينا ابن تيميه رحمه الله عليه كيقول هو الشيخ كالصلاه، كامام الصلاه، رجل كامام الصلاه، ولي الله الذي يحسن اليه بالظن ان ذهبوا اليه الناس مع شرار، ورجل تلبس من الدعاء ام هو مرشد نعرض عليه مشاكل، ام طبيب يعرف ما نعرف علي من امراض قلوبنا، فيس تختلف بعيد القاصدين. فالعامه او كامام للصلاه، جاب كامام الصلاه عند ابن تيميه، قال كامام بمقام كامام الصلاه، وامام الصلاه شيء لا يستهان به. زعما طلع تعيا بحال دابا كيقول سيف كان ليس امام الصلاه يستهان به، سيف هو كان عكا لا يستهان به. صافي، امثال ابن تيميه اعترفوا بمقام الشيخ، ولكن انا كامام الصلاه كيسيف سامي كيقول قال الشيخ هذا ليجدد النكيره عليه، وهي ذريعه خالق بكل صادق يتجند. نستمع الان الى اهل الفن ماذا يقول في المشيخه، واحد من احباب الله حقنا بهم ان شاء الله، وعزمت لهم معهم قدر مشتركه. اللي قال لي كلام حتى يعدي بربي، هذا لا كلام، هذا حتى يعدي بالشيخ ديال السي مسلم. الامام رافع بيرفع هو راسه، راه بطي اوفى من قدر شيخ الاسلام الذي عاب عليه معاذ، انه لم يتادب بشيخه. انت لم تتادب، كنت تادبتي كون نزلتي الوصيه بعد عاد هضرتي، كون تادبتي ما لم تتادب،
انت بشي ما متادب واخا كنستهزا شحال من قال متادب بمعرفة معرفه اصول العلماء الشافعي المنفتح بمشيخته المنفتح وانواره ادق من معرفه الفاضل الحنبلي فارس المتصدي للبدع. انا ماشي مشكل فيك فارس وهذا وكلاهما فخار رئيس المسلمين، انا فخار الشيخ اذا اكثر من امام الصلاه بل هو قيمه محدد ومغدي، هذا قول ديال سيدي عبد السلام سيدي العز بن عبد السلام. فاذا جئنا الى سد الفن وجه عابدته وجدنا المعرفه الاكمل ما هو الشيخ، لان من يتكلم عن حال واتصاف ليس كمن يراقبه من خارج الاسوار عن بعد او قرب ويزف ما لاحظته ما لاحظت ما لا ما لاحظته عيناه من ظواهر الامور وقبله القلوب. ولو على ان كان صوت العلماء طفلا ارضعته اتداد المشيخ السخيه لما جاء طالبا راغبا، فان امت طفلا انت ما جيتش طفلا انت احنا كنا جينا رجال، فان امت الشيخ عبد القادر والشيخ رفاعي قدس الله سيرهما هم المغدون الائمه والقبله قبله القلوب والحب لا قبله العباده والصلاه. بس من عام وده اخر لان هي يكفيكم بان الزائرات وهادو خلاهم برا من اللعوره ديالو باش ما يخلعوكمش هادو، لان كيقول لهم هادو ما عارفينش هادو يجمعوا لكن انا راه كلشي النور غادي يتبز ما كتجمع. ورسي بسام وقف الامر ديالو واقف هو اللي واقف، حتى هذا دابا راه مامور به باش يدير لهم الصوفيه. دابا هذا كلام اخوه على مال هذا تابع دابا هذا تابع عليه صافي الامر كي كان سيدنا تابع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انت اللي تابع عليه سيدنا محمد تابع عليه. كانوا كيقولوا دوك الناس الوهابيه لا وحنا نتبع سيدنا محمد ديك الساعه كتش كتقول لهم لا لا لا، ودابا انت راه دابا تابع سيدنا بسام هذا تابع عليه انت كتعرفوا كيفاش كيدوز ليه من الغيب وداك الشيء ويجي ولا يدوز مني. قال لك باب ابو رسول الله قال لك باب ابو سفيان تقول انت ما تاخذ بسيف فهو امين. ها شوف واحد المره قلت لها مريم قلت لها مريم اش بالك يسير عبادي قال لك ولا ما تخش قال لي ما تخش لا علاش هو تخليها لا مريم علاش ديك الساعه كنت كنعيط للسياسي الحال ما كيجاوبنيش وكندوز لي على لا مريم والله العظيم كنقول لها راه كنعيط له ما كيجاوبنيش قالت لي عيط له لا مريم اه يا سي الحلو دابا راه قاطعني دابا انت السياسي الحلو اقسم بالله كان بعيط له باش نقول لها هادشي الشريط وكيبدا يهرب ليا كيبدا يهرب ليا وكنعيط لي لا مريم لا مريم شريفه انا هذا خو داك يقول لي اخت خوما انا وقال لي لا لا خديجه كتقول لهم هذا ولدي هذا هذا قالت لهم هذا ولدي الوالده لا خديجه هذا ولدي شهدت بي وقال لهم السيف سمجي لا لا نحب ويحب ماشي انا هو انا لا راه صاحبي هذا اللي جاي راه واعر عليا وعليك وهذا انت شبيتي دابا انت هذا واعر هذا تقدر تكون انت راه غير ردك واعر انا ما بغيتش تكون فيا دابا لا هذا واعر لا هذا يقول لك ودي اجي معاه اجي بعدا معايا هضر على الوصيه ونزلها نزلها باش 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 يخرج دغيا ولكن انت ساكت ساكت وبقى في التخربيق ديالك بقى معاهم تما بقى معاهم تما علاش قال لك سمعنا خلينا دابا الوهم ديالهم هذوك ما يديروا لك والو هذوك على الخراب الخراب والله ما كاينه شي صعبه كنقسم لك والله عندي انا يقينا ويحلف هما ما تكون حاله اتصاف ليس كامل يلاقي من خارج الاسوار والائمه فان لم تر الشيخ عبد القادر الشيخ رفاعي قدس الله هم المغدون والائمه والقبله قبله القلوب والحب لا قبله هذا من توفيق الله البنت امام تاني اخ هذا كان بالموافقه والتسليم هذاك ما وقتيش بالموافقه انت انت دابا ساعه ما كدوا تشرح وشرح هذاك شرح لي واحد الرؤيه في الغنيه كشرح رؤيه في الغنى ما ادراك بالغنيه جاب هذا وجابه وشرحها ابن تيميه وشرحت انت شاف سيف سيف القادر جاني وشرحها ابن تيميه احسن منك بعدا احسن منك علمان اه ما تهضرش ما تقدش عليها السي رفيع ما تقدش عليه اسمح لي الله يرضيك وجاو شاف في الاخر هو ضرب لي المحفوظ انت شتي في المحفوظ مازال ان شاء الله تشوف ان شاء الله تعالى وتكلمين على هذا الشيء وانا نجم كلام الفضول من الله سبحانه انا تسمد السالكين في نسخ خشوم ومن وراء الخبرة المعاناة التي وصفها ابن خلدون أمر زائد الرحمة خاصة اسمع يجعل الله في القلوب أصفياء ويجعل طريق امتصاصها إقبال المريد بصدق وتعلقي بشيخ كما يتعلق الرضيع بأمي بمحبة وجوعة وشوق. هذا الشيء اللي كان خاصكم مع السيد سلام وجوع وشوق ما كاينش عندكم دابا ولا كتسنوا غير يموت بيدي. هذا هو المشكل اللي وقع لكم ودابا 20 دقيقه ونختموا فان تابع اللهم من عين مع اهل الاهليه نعمه القعود القعود مع اهل الاهليه نعمه فين هم والله ما بانوا لي بقيت ما كان سبب لك انت اسمع مخلطه عندك بعضك اللي كاس في القارو هو مزيان ولكن كاس في القارو في قهوه غادي تدخل يدخل عنده يقول لها القارو ديال اللي عصر والله العظيم الا كاين هي السيجاره دابا القارو وسير بقى معاه انا كنشم والله سيدي الا كنشم ولا سيف تنخلى الزائر سير شي الزائر داكشي الا احسن منه الا احسن منه الا احسن منه انا نجيكم من الاخر نجيكم من الاخر ومع الاغيار المكذبين اللي ماشي كنقول لك لا نادي هي الوارثه ما يمكنش تكون مراه وارثه على مرك شتينا بمراه ما عاد تقدير انا وياها راه راجل غادي يكون علينا راجل غيصلي بينا دابا هذا دابا اللي غادي يشد ديال الامر سيف سام بقوه بيجي يدها بقوه بقوه غادي عنده القوه ديال جزاب امن دعواته قال لي سيف سام خرج هو يخرج بحال قال لي خرج من هنا هو يخرج انطردوا الطبيب راه نعاود نشرح لكم ان شاء الله واصبروا راه كنجيب لكم الكلمه سيف سام ما تخليش الهوا زعما كل مره شي بيجي بيجي ولكن ماشي مشكل الله واخا تجيب دابا 100000 صنم يا كنقسم لك بالله الذي لا اله الا هو الا عندي اليقين اللي غادي يطيح ماشي كاين بالاوا كاين كلشي دابا كلشي غادي يخرج ان شاء الله غادي يخرج انتوا عندنا دابا جايين مجهدين عليا انا دابا واحد التراك صغير كنضرب دابا اي تراكس كنضرب دابا ملي كيجينا ليسانس كيديروا ليا هما بهذا الرافعي كيدير الله يجازيهم بخير كيزيد الرافعي كيجي غلام كيجي ليا هذا كيجي ليا غلام كيجي ليا هذا كيجي هذا
وكيجي هذا ويجي هذا من الصويره ويجي هذا هنا ويجي هنا ولا كيعطيني ولا يثقوا بهذا ويعلموا. وعلاش؟ باش خرجوا داك الشيء يطيح، باش يباع، باش يبانوا بان راه ماده. وتصيدوا في السي عبد السلام، تصيدناهم في السي عبد السلام، صيدهم صيد ربي بصدقين عاجين بمحبه وجعات وشوق اليه. من قال لك الوصيه يا خويا؟ واك واك ما نقدرش ندير. انا نزلت كما قال لك راجل، راجل سيدي عبد السلام، قلت لي هذاك نتبعه. سيدي عبد السلام هو اللي كيقول، انا ما تنقولش. قال لك ودي نستغني الله بيضر ان توصل الله بقلبي يا ربي. ماشي كنقول ما قلت لي انت، واخا يكون يقول لي عليها البيت، وهم اصدق، هم اصبح سيدنا اللي خرج قتال، واخا تكون ما عطاش حتى لا يكون فتق في هذاك الشيء اللي كان سيدي عبد السلام. احنا بحال البخاري كفتك كل شيء خصو ينزل كله، واللي عرفتها غادي ينزلها صافي. ومع الاغيار المكذبين النقمه، اللهم من علينا برحمتك العظمى واحمينا عن الاثقال ويسير هذه الامه من الرجال من يفتح للجهاد الف باب لا كإبار هؤلاء المكذبين الصالحين اللي شادين دابا. عاد نقول لك شي من الاخر فيهم خوص، ماشي كلهم جيس ارشد واحد اربعه ولا خمسه ولا شكون هما اللي شادين القضيه فيها دايرين فيها، اللي حابسين الوصيه كي قال لي السي عمر مكسور مسكين هو خارج. يا ربي انا طبعا نعاود نحاول نتصل به دابا. اللهم صل على النبي وازواجه وامهات المؤمنين بيتك وصل على منك عبد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عم سلمت ومسلم فينا وفي الدرب الى انت. سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.